السلام عليكم، معكم قناة وصفات أم فدوى، تحياتي للجميع. وصفتنا اليوم لكريم باتيسير أو كريمة الحلوان التجارية بدون حليب ولا بيض، يعني اقتصادية بالماء. وهذه الوصفة اللي يعتمدها المحلات في حشو لي زيكلير ولا لي تارتولات لامونا ولا حتى الميلفوي. إن شاء الله تجربوها لأنها لا تختلف كثيرا على لا كريم باتيسير اللي نديروها بالحليب ولا بالبيض، لأنه فيها مكون اللي راح يبننها. وراح نخليكم الوصفه مكتوبه في صوره في اخر الفيديو. لمازال ما اشتركتش في القناه، ماذا بها تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. ومشاهده طيبه. نجيب الكاسرونه تاعي، نحط فيها تلت كيسان من الماء. كما قلت لكم هذه راهي اقتصاديه واللي يعتمدوها المخابز ولا المحلات التجاريه اللي يبيعوا لاباتيسري. نضيف لهم 4 ملاعق كبار من السكر، نزيد هنا 2 ملاعق كبار من المايزينا او النشا، ماذا بكم تعمروهم لانه الماء خفيف ماشي كيما الحليب، دونك باش ما تجيكمش جاريه بزاف وما تجيكمش خفيفه، دونك عمروهم. وزيدوا ملعقه كبيره معمره من الفارينة، نزيدوا هنا ملعقه كبيره معمره تاني تاع لافاني او بودره الفاني، ونضيفوا هنا المكون اللي راح يعطيها بنه على بنه اللي هو البودره الشانتيي، 2 ملاعق من بودره الشانتيي كما راكم تشوفوا معمرين بهذا الشكل. نخلط كلش بارد في بارد، ونحط الكاسرونه تاعي على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى تتقل معنا. اذا حطيت لا كريم باتيسير تاعي، نطيبها على نار متوسطه، هنا ما تزيدوش بزاف للنار هكذا باش ما تهبط لكمش الفرينه ونشا في القاع تاع الكاسرونه، ويدير لكم يعني تولي لكم لا كريم باتيسير البنه تاعها ماشي مليحه. ابقاو تحركوا بدون توقف كما راكم تلاحظوا حتى تشوفوها بدات تتقل. غير تشوفوها تقلت وبدات تدير في الفقاعات، راكم رايحين تخلوها 1 دقيقه وانتم غير تزيدوا تحركوا. هنا راح نزيد لها غير واحد شويه، ومن بعد نفرخها في ان ريسيبيون او ان سالادي اللي يكون هكذا من زجاج، ونغلفها بالبلاستيك او كونتاكت، يعني لازم هذاك البلاستيك يلامس السطح تاع الكريمه تاعنا باش ما ديرناش القشره. راح نخليها غير فوق لو بلون دو ترافاي هنا في فوق سطح العمل تدفى شويه، من بعد ندخلها للثلاجه. الا كنت شويه مقلقه باش ندير لي تارتولات ولا ندير كيما انا درت بها لي تارتولات، عمرتها في لي تارتولات، دونك تقدروا ديروها في الكونجيلاتور هكذاك واحد الساعه غير ربع ولا راح تبرد لكم. تشوفوها بدات تجمد لكم في الجوانب، تماك تقدروا تجبدوها وتلقاوها بارده جدا. المهم واساسي انكم تخلوها تبرد مليح، ومن بعد تعمروها في لي فون دو تارت تاعكم، ولا تحشو بها يعني تحشو بها الميلفو، ولا تديروها في لامونا ولا اي حاجه. هنا خليتها بردت مليح كما راكم تشوفوا. نجيب الباتور تاعي ونعاود نفتحها كما راكم تلاحظوا. انا نوعا ما جاتني شويه جاريه لانه ما كثرتنيش في الاول، يعني راحت لي انه راني مستعمله الماء مانيش مستعمله الحليب، دونك ما عمرتش هذوك لي كويغ او الملاعق. انتم ما عمروهم مليح باش تجيكم نوعا ما عاقده، ولكن جاتني بارفيت، يعني هذاك هو الذوق تاعها رائع، مام يعني القوامه تاع حاجه روعه كما راكم تشوفوا، يعني تجي هكذا كريميه ولكن ما يبستليش بزاف، قالت لي هكذا كريميه. انا عمرت بها لي فون دو تارت باش ندير لي باركات ولا لي ميني تارتولات بالفواكه كما راكم تشوفوا، حتى واحد ما فاق انه هذه الكريمه راهي تختلف، يعني ماشي كريمه اللي ما فنديرها، جات ولا اروع لانه فيها لافاني، يعني كميه مليحه تاع لافاني اللي راح تنسم لنا هذاك الماء، وبودره الشانتيي تاني اللي راح تعطينا القوام وتعطينا البنه الرائعه تاع لا كريم باتيسير. والحاجه اللي تميز هاد الكريمه هي اللمعان، عندها واحد لابغيونس سبيسيال كما راكم تشوفوا، دايره كيما الفوندون كوم سي رانا دايرين الفوندون في لي تارتولات، ماشي اون كريم باتيسيير كيما راكم تلاحظوا. هاد لا كريم ان شاء الله تجربوها لانها اقتصاديه تجاريه يعتمدوها اصحاب المحلات في حشو لي تارتولات، في حشو الميلفوي ولا حتى لامونا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم. ما بقى لي الا نقولكم تهلاو في روحكم، نلتقي في وصفات اخرى باذن الله. مع السلامه.